اتفضلنا. على اخويا طبعا. طبعا، اهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا بيك، احنا اسفين اذا كنا جينا من غير ميعاد سابق. تبتكم تدخلوه في اي وقت. هو كان عادل كلمك على موضوع توفيق البدري. ماله توفيق يا باشمهندس؟ احنا فوجئنا بقوات الامن تقتحم بيت والدتي أنيسة هانم بدوي بحجة ان هم بيدوروا على توفيق، والحقيقة توفيق ما خرجش من ساعة ما رجع. لا خرج يا علي بيه، اظن انت اللي موصله بنفسك لشقتك في الزمالك. انا اسف، انا للحظات نسيت طبيعة عمل سيادتك. انا مدرك انك ليك خبرة قديمة معانا وقطعا كرهنا، بس احنا في النهاية بنأدي واجبنا وبنخدم البلد، بنتصدى للإرهاب اللي حيضيعنا كلنا. يا علاء باشا، أؤكد لك إن توفيق قطع صلته بكل الجماعات دي. بس في أدلة عندنا على اشتراكه في عملية الهجوم على السياح في نزلة السمان. أدلة متلفقة؟ عرفت منين يا أستاذ علي إنها متلفقة؟ ما تاخدش إن سيادتك متصور يعني إن أنا ما بشوفش توفيق. لا، عارف إنك بتشوفه، ويا ريت تقنعه إنه يسلم نفسه، لأن دي الطريقة الوحيدة اللي هيقدر يثبت بيها عدم صلته بحادثة نزلة السمان. يا فندم، أنا طلبت من حضرتك إنك تساعد، مش تستخدم المعلومة الوحيدة اللي أنا مديها لك عشان تطرده وتقبض عليه. أنا عارف إني مديون لك بخدمة كبيرة قوي يا أستاذ عادل، وبحاول أرد جزء، وصدقني القبض على توفيق هو الوسيلة الوحيدة لحمايته من أعضاء الجماعة اللي كفرته وأهدرت دمه. طب ولو إحنا فعلا مش عارفين هو فين حاليا؟ اطمنوا وسيبولنا إحنا كل حاجة. مساء الخير. مساء النور. أهلا أهلا وسهلا. حنان أختي الصغيرة، شكرا يا حنونة. عن إذنكم. اتفضلي. شايك يا علي بيه. شكرا. قد ايه سكر؟ واحدة، معلها واحدة لو سمحت. أرجوك تبلغ الهانم والدتك اعتذارنا عن القلق اللي سببناه له. لفت نظري إن عينيها كانت محبطة، في بقايا دموع، تعبير حزين. أوه، اصحى. نبيل عليا هالجد، مش عارف إيه اللي جرالي من ساعة ما شيرين راحت مني. خدت على إنك متجوز اتنين وحاسس بفراغ وعايز تملاه؟ كويس. ده نفس اللي حصل لي ساعة لما شفت جميلة بنت جلال شهاب، بس تيب مختلف، جميلة غير حنان. وزهر؟ زهرة راحت زي شيرين ما راحت هي كمان. يا راجل حرام عليك، ما تفولش. أنا ما بقصدش الموت يا عادل، الإنسان ما بيغيبش بالموت، بس زهرة غابت من زمان، ساعة ما راحت اتجوزت سي عمر وأنا في المعتقل. اتجوزتها دي شبح. لا انت مش طبيعي خالص النهارده. نزلني هنا عشان عربيتي. انا هطلع وراك عشان عايز اشوف زهر. انا فوت على واحد صاحبي، يا ريت لما اروح عليك. مشيت. ايوه، خدت شنطه هدومها وصحه الولاد وقالت انها رايحه بيت باباها. حاولت احوشها، لقيت صوتها هيعلى وانت عندك ضيوف، خفت اناديلك عشان الضيوف يحسوا ان في حاجه. مع السلامه. المركب اللي تودي. لا لا يا علاء يا ابني، دي مهما كان مراتك وام ولادك وهي اللي باقيالك. ابي علاء، احنا هنروح نقعد عند اختي سلوى. على العموم شقتي الجديده بتتشطب وقربت استلمها، يعني اقعدكم عند ابراهيم وسلوى مؤقت، مش هيطول. شيء جميل قوي، كلكم بتتعاونوا كده عشان تحلوا لي مشكلتي، وكاني طفل صغير مدلل اهله مشغولين بيه وخايفين عليه. انا بقول ما فيش حاجه من اللي بتقولوها دي هتحصل، وهتفضلوا قاعدين هنا في بيتكم، والست داليا تقعد في بيت ابوها زي ما هي عايزه لغايه ما يطردوها او هي تحس باحتياجها لبيتها وترجع. الباب مفتوح لها وقت ما تحب ترجع، وده اخر كلام عندي ومش عايز حد يناقشني فيه. تصبحوا على خير. علاء، من فضلك انا عايزك شويه. انا كمان يا ابي لو سمحت عايزك في كلمتين. انا بقى ميعاد نومي جاي يا اولاد. حنان ايدك. لا. يا بنتي ايدك لغايه ما اوصل اوضه النوم وبعدين ابقي حضري العشاء لاخواتي. حاضر يا ماما. على ما خير يا ترى؟ ايه الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ الموضوع بخصوص ابراهيم جوز اختك. ماله ابراهيم؟ على فكره الكلام ده ما تعرفوش لا سلوى ولا حنان ولا ماما. ابراهيم مفهمهم
ان هو عايزك عشان تعمل له واسطه لابن اخته اللي مقدم في كليه الشرطه. امال ايه الموضوع؟ ابراهيم في ورطه كبيره. ورطه كبيره؟ ورطه ايه يا طارق؟ مد ايده على عهدته، اختلس 7000 جنيه وهو عنده جرد اول الشهر. انت بتقول ايه؟ ابراهيم؟ مستحيل. الأولاد ضرر لهم حاجة؟ لا 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 اطمن، الأولاد بخير الحمد لله. تعالي أنا عايشك. اللي تعالي وشغل عيالي وأنت عارفاني كويس، ممكن في لحظة أبقى أعيا من عمادي. دخلت أشقر على أولادي، بصيت لهم وهم نايمين زي الملايكة. سرحت، قلت في نفسي معقول يا ابراهيم؟ ربنا هيمد في عمرك لغايه ما تشوف عماد وهو متخرج مهندس او دكتور او محامي، ولا شوف مها وميسه وهم عرايز قاعدين في الكوشه. ساعتها جالي سؤال غريب أوي، العيال دي لو أنا مت، لو أنا حصل لي حاجة هيعملوا إيه؟ حسيت إن الدموع كانت هتفر من قلبي. ألف بعد الشر عليك يا إبراهيم، الكلام ده حقيقي ولا بتسرح بيا؟ بسرح بيكي ليه؟ معقول يا ام عماد؟ انا من امتى كنت بسرح بيكي؟ طب عيني في عينك كده اهو، ما تلعبليش حواجبك وتخليني اضحك. وانا ليا مين في الدنيا، ليا مين في الدنيا غيرك وغير ضحكتك الحلوه. لا حقيقي يا ابراهيم، انت بقالك كام يوم مش عاجبني، دايما مكشر وسرحان، ده حتى الاولاد ما بقتش تلعب وتهزر معاهم زي الاول. قلت لك يا حبيبتي شوية مشاكل في الشغل، المسؤول الجديد راجل دمه تقيل، غاوي نكد، غتت كل يوم عامل لنا إشكال، يعني بقول نصبر عليه شوية لغاية ما نقدر نحتضنه ونحطه في كتنا. طب يا حبيبي أنا داخلة أنام، هتيجي تنام؟ طيب اسبقيني أنت، أخلص المذكرة اللي معايا وأجي وراك على طول. يعني إيه ما قالكش تفاصيل؟ قال لك أنا اختلست وبس وانت سكت وما سالتوش؟ سالت ولحيت عليه مفيش فايده، قال لي انا هقول لعلاء كل حاجه. وعلاء هيعمل له ايه؟ هيدفع الفلوس بداله ولا هيستخدم نفوذه كضابط بوليس كبير عشان يطرمخ عليه وينقذه من ورطته؟ انا للاسف لا معايا فلوس ولا عندي نفوذ، ومستحيل اعمل اي شيء يسيء لسمعتي وشغلي. طب على مهلك شويه، مش تاجل ثورتك دي لحد ما تعرف تفاصيل اللي حصل وايه اللي خلاه يعمل كده. من نجمه هيروح مكتبه الصبح يلاقيني. العشاء جاهز يا أبي. لا كل انت يا باشمهندس، انا لسه عندي محاضره تانية مع الست اختك، حصليني على الصالون. بتهيالي كده اني عارف الموضوع اللي عايزه تكلميني فيه. طب ايه هو؟ هتحكي لي حكايه الزلموكه اللي بتوصلك لنصيه الشارع. ايوه بالظبط، بس بقى لو سمحت يا أبي في تصحيح صغير، الزلموكه اللي وصلتني مش اللي بتوصلني. وايه الفرق؟ لا يا أبي فرق كبير طبعا، لأن الزلموكة دي وصلتني مرة واحدة، مش زي ما قالت أبلة داليا إنها بتوصل. حنان قبل ما تكملي حكايتك أنا عايز أقول لك حاجة، أنا ما سألتكيش ومستعد ما أسمعش حكايتك، لأن واثق فيكي ثقتي في نفسي. أيوة أبي بس أنا لو سمحت عايزة أحكي هرتاح أكتر. خلاص يا ست وأنا سامعك. في الليلة دي كانت أبلة داليا راجعة من زيارة بيت باباها، شافتني وأنا نازلة من العربية، وانا متاكده انها زي ما شافتني شافت اللي كانوا راكبين معايا، بس لانها عايزه تحطني في صوره معينه فجهلتهم. انا يا ابي كنت قاعده ورا في الكنبه الورانيه مع نيفين صاحبتي، وقدام كانت مها جنب اخوها حاتم. كنت في زياره لنيفين
وبعدين أصروا إن هم ياخدوني معاهم وهم بيشتروا فستان شبكتها، ونزلت فعلا. وبعد ما اشتروا الفستان شافوا إني مش من الذوق إن هم يسيبوني أروح لوحدي، فأصروا إن هم ياخدوني ويوصلوني. يا أبي دي كل حكاية. طيب ممكن تروقي كده وما تفكريش في الموضوع ده خالص، وعبال ما نفرح بشبكتك انت كمان. ميرسي يا ابي، شكرا. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ يعني ايه حنان اخت طارق شغلاك؟ مش عارف. مش عارف؟ انا صدعت دماغك بالكلام الفارغ، الكلام اللي بجد ما قلتوش. وليه ما قلتوش؟ واقف ليه يا استاذ؟ امشي يا جلال عشان ما اضطرش اقوله. ليه؟ هو في حاجة مخجلة ولا ايه؟ ستيل على لساني، حبس جوايا، حاسس لو حكيته لحد هضطر اواجه بيه نفسي. انا اسفة، اقتحمت عليكم حديثكم؟ ايه ده يا بنتي؟ جيلاتي ده جبتيه امتى؟ جبته ايه يا استاذ؟ ده انا عاملاه بايدي. اتفضلت عشان تشهدولي وتعرفوا ان انا ست بيت ما حصلتش، ويعني لو قدامكم عريس لقطة وابن حلال تبقوا تفتكروني. بابا. ايوه. هو الاستاذ صاحبك ده ماله؟ بنتي مالكيش دعوه، متشكرين قوي على جيلاتي. يلا شوفي لك تسليه غيرنا، اتفرجي على الفيديو ولا حلي كلمات متقطعه. طب انا رايحه النهله. طيب بالسلامه. ده نهله سكرتيره بتاعتي. من نهار ما جت عندي وهم ضربوا صحوبيه مع بعض ما بيفترقوش. ايه يا استاذ؟ انت هتاكل الجيلاتي وانت واقف ولا ايه؟ الجيلاتي انا ما بحبوش. اخ لو جيمي سمعتك. جيمي ده اسم الدلع بتاعها. قلت لها الاول عشان كنت بغيظها بيه، لكن بعد كده عجبها قوي. ايه يا استاذ؟ مش هتفك عقدة لسانك بقى؟ أقول لك إيه يا جلال؟ أقول لك إني بشك بزهرة. زهرة؟ أنت بتخرف ولا أنا ما سمعتش كويس؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ لا لا لا، دماغك ما يروحش لبعيد. المسألة زي ما أنت متصور. أمال إيه؟ انت فاكر المقالة اللي كانت نشر في مجلتها وكتبه الولد الصحفي المريب ده اللي اسمه كريم؟ ما انت قلت لي انها اعترضت. تقولي بقى لما تعرف ان المقال ده وردت فيه معلومات ما حدش يعرفها غيري انا وزهرة ومستر اتش وبليغ المحامي. وهاني مش ممكن يسرب المعلومات دي، والمحامي بليغ ملوش مصلحة، بالعكس. فهمتني؟ بس مش قادر اصدق. زهرة تعمل ده ليه؟ الخطة اللي راحت ضحيتها شيرين. المسألة مش مسألة شيرين وحزنه الطبيعي عليها يا عادل، ورغم ان كان في بينهم خلافات وكانوا على وشك انهم يتطلقوا، لكن اكيد هيتصدم لما تموت فجأة وهي بتولد بنته. بس دي مش تصرفات واحد حزين ومصدوم، دي تصرفات واحد غضبان وكاره. مش جايز حكاية المقالة زهرة؟ ما الحكاية دي خلصت خلاص، غلطة عملها كريم وتعاقب عليها وترفض. بس المسألة كان باين عليها إنها خطة عشان ضرب إسفين بين علي وشيرين. قصدك إن أنا اللي مدبرة الخطة دي يا عادل؟ أنا ما قلتش كده، وأنت أضرب اللي أنت عملتيه يا زهرة، وأنا من رأيي إنك تصالحي علي كل حاجة. لهجتك لسه فيها اتهام أنا ما أقبلوش يا عادل. حقك عليا. أنا ماشي، اعتبريني ما قلتش حاجة. صباح الخير. تمام. على فكرة احنا هنسيب شقة الحلمية بعد بكرة وهنيجي على هنا على طول. اطمن، هنكون مشينا. ايه ده يا سيد؟ معقولة يا سيد؟ معقولة من أول ليلة يا سيد؟ وإيه ده السيادة اللي من أول ليلة؟ تسيبني لوحدي يا سيد؟ تسيبني لوحدي ما تطلعليش إلا بعد نص الليل؟ نص الليل يا سيد؟ سبحان الله، مش كنت في شغلي في القهوة؟ وبعدين تعالي هنا، تعالي. انت اختي مش مراتي؟
انا اضربت عن الجواز السنين دي كلها عشان ما احبش حد يقابلني بموشع. كنت فين ورايح فين وسيرت مع مين؟ فاهم يا اختي؟ ايوه فاهمه يا سيد. انا غصب عني لازم افهم. اعمل ايه يا اخوي؟ اعمل ايه؟ ما انا ما عنديش غير. ما انا مغصوبه لك يا سيد. مغصوبه لي على عيني وراسي، وده بيتك قبل ما يكون بيتي، وكل طلباتك مجابه. طبعا يا اخوي. انا كمان يا سيد، انا ابتديت اول ما وصلت على طول. ايه ده يا سيد؟ انا لقيتك يا اخويا سايب الشقه تضرب تقل. انا بقى ما همتش الا بخليتها زي الفل زي ما انت شايف كده. وبعدين دخلت المطبخ ما لقيتش طبيخ، فتحت الثلاجه ما لقيتش حاجه خالص، فروحت استلفت 2 كيلو لحمه من عند الجيران. حد يستلف لحمه؟ تستلف جيران مين دول؟ واحده اسمها الدكتوره قمر. قولي كده تبقى في بيتها بقى. هو انت ما تعرفيش ان الدكتوره قمر دي تبقى مرات خالد ابن اختك؟ قمر تبقى مرات خالد؟ لا يا سيد، لا يا اخويا ما تقولش. معقول قمر؟ صحيح، ده مره كلمني في التليفون وقال لي انا اتجوزت يا خالتي. انا كنت بحسبه بيهزر. الله، بس انا ما لقيتوش هنا. هو مش موجود هنا، ده بيشتغل في الخليج. في الخليج؟ طب يا اخويا لما هو بيشتغل في الخليج ما خدهاش معاه هناك ليه؟ راح عليا بقى بنت والدي. اجري هاتي اتعشى. ايه ده يا سيد؟ ايه ده يا سيد؟ ايه اللي اجري هاتي اتعشى؟ ليه يا سيد؟ انا كنت خدامه ولا كنت خدامه؟ انت ستي وتاج راسي، حقك عليا. وادي راسك اهي. يعطيك العافيه يا حنين. دي واحده هسخن لك العشاء واجيبهولك. عرفت ليه جوزك طلقك وكرشك؟ بتقول حاجه يا اخويا؟ لا، كنت بقول يعني ازاي بس جوزك يطلقك؟ حمار بعد عنك. اسكت يا سيد، اسكت، ما تفكرنيش. هروح اسخن لك الاكل. لازم الدمياط. الو خالد، ازيك يا خلوده؟ تمام يا حبيبي، كله تمام. القهوه 100 فل و14، بكره تيجي بنفسك وتشوفها. ولا ايام زينهم السماح اللي بيحكوا عنه. قمر في شقتها هي والدتها، ست سماسم. لا تلاقيك طلبتها وهي في اسكندريه بتجيب والدتها من ساعه بس. تلاقي السماعه بقى ما كانتش مكانها. انا هروح اقول لهم يحطوها مطرحها. اطلبها بعد 10 دقايق. مساء الخير. اهلا استاذ سيد، اتفضل. يا ساتر. ازيك استم صبري؟ بخير والحمد لله. الله، في ايه مالك؟ اهلا يا عم. اهلا بيك يا دكتوره. ايه مالهم صبري؟ لحقتوا تزعلوها؟ لا حرام يا استاذ سيد، ما حدش زعلني ولا حاجه. اصل بصراحه بقى يا معلم، لا مؤاخذه يعني، اخت حضرتك زعلتها واتخانقت معاها وعايرتها بانها خدامه. وليها يا دكتوره؟ واخت المعلم ما غلطتش. انا مش هضحك على نفسي وازوق الكلمه. خدامه، انا خدامه. لا حول ولا قوه الا بالله. من اول ليله يا سياده. استغفر. لو سمحت يا دكتوره، انداري الست مصابري. حاضر. اعمل معاها ايدي بس. ومش هينفع الكلام ده. انا من بكره اطلب دمياط وضب لها معيشة هناك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا و300 مرحبا. اتفضل يا اخوي. ده ايه النور ده؟ واقف عندك كده ليه؟ مساء الفل يا ست سماسم. يسعد مساء الحاجة سماسم. بعد اذنك يا حاج. لا وماله؟ مساء الفل يا ست الحاجة. المهم انت ازيك؟ الحمد لله، الحمد لله، طول ما انا في حماه.
ورمي حمولي عليه ولساني بيسبح باسمه. ربنا يقوي ايمانك كمان وكمان. احنا عايزينك تكوني مبسوطة واي خدمة انا محسوبك. تسلم يا سبعي. استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم. معلش ما تاخذنيش يا عم الحاج. يا رب يا رب احرقه بنار جهنم يوم القيامة. ومين ده عدم المؤاخذة؟ الشيطان الرجيم، الوسواس الخناس اللي بيوسوس في صدور الناس. استغفر الله العلي العظيم يا رب. معلش يا حاج، اصلي ساعات بيتهيأ للمعلم زينهم الله يرحمه هو اللي واقف قصادي بتكلم معاه. تعيشي وتفتكر يا سماسم. فاكراه وعمري ما نسيته. هو المعلم زينهم ابو قمر يتنسي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اهي بطلت عياط وبقت زي الفل. نعمين يا سيد. لحظه ام صبري، معلش يا دكتور، انا كنت هنسى السبب اللي انا جاي مخصوص هنا علشانه. لو سمحتي تشوفي سماعه التليفون محطوطه كويس، اصل الاستاذ خالد بيطلبك وبيقولوا له الرقم مرفوع من الخدمه. خالد عندك ايه تقوله لي تاني يا خالد؟ حضرتك بتقولي حاجه؟ ما علينا. شوف يا استاذ مصبري، انت من بكره الصبح ان شاء الله تروحي بيتك تقعدي هناك معززه مكرمه لحد المغرب، وانا هجيب اخت سياده ونجي لك لحد عندك، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. مالك يا دكتور؟ مش كنت جايه من هناك مصممه تنهي كل شيء بينك وبينه؟ ايه اللي لخبطك كده اول ما عرفت ان هو هيتصل بيكي؟ ضعف حاوي اياه ولا لسه في امل؟ الو، مين اللي بيتكلم؟ لا انا مش مصدقه وداني. يا خبر، ده انت وحشاني بشكل. كنت جايه لي؟ طب ما جيتليش ليه يا طنط نجات؟ لا الف سلام عليكي. طيب مش الحمد لله؟ ارجوك يا طنط نجات، انا محتاجه لك قوي. بكره؟ طيب انا مستنياكي وانتي من اهل. نعم. اهلا يا خالد. لا الحمد لله كويسه. لا 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 لا، مش ناقصني اي حاجه. نعم ارجوك يا خالد ما تبعتليش ولا مليم. انا معايا فلوس وراجع شغلي للجامعه. لو سمحت في حاجه واحده بس عايزاك تبعتها لي، ورق الطلاق. مساء الخير يا طنط. اهلا يا زهر. علي عندك؟ تليفون من زهر. يا ايوه زهر. انت بتعمل ايه عندك؟ عادي الجديد يعني. انت مش متفق معايا انك هترجع البيت هنا؟ لازم اجي لماما انيسه عشان
هطمنها على توفيق. وانا اتفلق؟ ماليش حساب؟ ماليش حق اقلع عليك؟ طب نويت بقى في المهندسين قول لي اديني الو قول اي حاجه يا علي. انا كنت هتصل بيكي. يا سلام. اسمع يا علي، انا مش هقدر استحمل المعامله دي كتير. زهرة انا هنتنقل هنا من بكره، يعني مفيش داعي نفجر مشاكل ملهاش لزوم. لما تبقي تيجي نبقى نقعد ونتكلم. ايوه ايوه غيرت اوضه النوم، جبت اوضه النوم اللي عجبتك في المعرض، فرش كامل جديد، يعني مفيش اي حاجه هتفكرك بيها. لا يا زهرة مش هشيل صورتك، ومفيش داعي كل ليله تاكدي عليا. تصبحي على خير. هدي خلقك يا علي، دي زهر وام نزار، مش عايزين نخسرها هي كمان يا حبيبي. تشيلي شمالها ام علي، كفايه عليك يا عم شيرين الصغيره، احنا هنحل مشاكلنا باي طريقه. لهجتك قلقان يا علي. ان انا نفسي قلقان من نفسي. ماما انا خدت قرار. خير يا علي؟ هصفي كل اعمالي وهاكر. جد ايه يا علي؟ ده انا حتى ما صدقتش انيسه هنا لما اتصلت بيا النهارده الصبح وحكت لي، قلت اكيد علي بيهزر ولا بيقول كلام مش قاصد معناه. مش هكتب عليك، قرار طلع فجاه من لساني لدرجه اني اندهشت. صار انه كان في عقلي الباطن، كان مستخبي. الضغوط الاخرانيه هي اللي خليته يبرق ويفرض نفسه على لساني. ضغوط؟ مشاكل شخصيه يعني ولا مشاكل عمل؟ الاثنين. انا اتصدمت صدمتين في وقت واحد. صدمتي ضياع شيرين، اكتشافي فجاه اني كنت بحبها بقوة وعنف ما كنتش حاسسه. شيرين كانت حب كانت حب النهارده. زهرة كانت السراب. سراب الماضي الجميل. بس شيرين كانت بالنضوج، لغ القلب سن الرشد. زهرة كانت حب المراهقة، مراهقة اللي متحققش، حب الوهم الأول. اتجوزت زهرة علشان انساها يا عادل، تفهمني؟ فاهمك يا علي، بس زهرة هي اللي فاضلة. أيوة هي اللي أنعمت عليا بالصدمة التانية، لما تأمرت مع الولد الصح اللي بيشتغل معاها عشان تفهمني إن شيرين هي اللي تأمرت معاها وإنها لسه بتشوفه لغاية دلوقتي عشان أتجنن وأطلقها. ما فكرتش فيا وهي بتخطط للمؤامرة التافهة دي، ما فكرتش في اللي هيسببه المقال، متاعب ليا ولشغلي. ايوه يا علي، بس انت عارف يعني ان زهرة طردت الصحفي ده وكتبت افتتاحية في العدد اللي بعده بالظبط بتنفي فيه كل اللي جاي في المقال. بعد ايه؟ بعد ما كان خلاص الضرر وقع واللي حصل حصل. عموما سيبنا من مشاكل الشخصية، انا مش مبسوط في شغلي عادل. انت معقولة؟ ده انت يا راجل بقيت امبراطورية نجاح. ما هي مقياس يا اخويا العزيز، لو بمقياس الثروة والأرباح منكرش، أنا كل مشروعاتي اللي في المجموعة بتحقق دهب، كل اللي بلمسه دلوقتي بيتحول لدهب. أنا بقيت من كبار المليونيرات، لا لا من كبار المليارديرات. وبزمن إيه؟ زمن قياسي معكسة مش كده؟ بس دهب ده مش راجع لا لذكائي ولا العبقرية الاقتصادية،
راجع للحرف اللي انا عملته، بقيت عامل زي الباك السليم الشارع الخلفي، بيمشوا فيه عشان ما حدش يشوفهم، ما اقدرش اتراجع. من اول الشارع هيضربوا الكرسي من تحت رجليا. يوم العقده اللي في الحبل تروح كسره رقبتي. تضيع الملايين في نفخة هوا واخسر ثروتي زي ما خسرت احترامي لنفسي. لو فضلت معاهم افضل تحت رحمتهم، يبقى ايه الحل؟ انا اهرب، امشي اموالي بره واشتغل وانا حر، او على الاقل اني ما ساعدتش ولا ساهمت في لحظه فساد وافساد. شو بلدك يا علي؟ مصر. مصر هتبقى العدل، سواء بعلي البدري او من غير علي البدري. مصر هتفضل اللي زي جلال شهاب ونجي سماح الله يرحمه. مصر هتفضل رغم السوس اللي بينخر في عظمها، بس هي بلدنا عادل برا القوانين الاقتصادية ومنطق الأمور كلها. أنا فاكر بيت شعر المتنبي ده. أنت عارف المتنبي؟ اللي عارف المتنبي أعرفه أحسن منك كمان. أوكي، ليه بيت شعر من قرون طويلة كتبه عن مصر، تحس إنه يوصف مصر دلوقتي. بيت إيه ده علي؟ نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشم ولم تفن الأعناق. فاهم يا فنان؟ فاهم يا علي، بس أنا عارف إنك مش هتقدر تنفذ قرارك ده، عشان ده مجرد فش غل، أو زي ما بتقول سهيلة طق حنك. طيب انا خليه يتفضل، همشي بقى عشان عندي شغل. طبعا مش امبراطوريه زيك، انما زي ما تقول كده اماره صغيره. سلام. سلام يا عدول، ميرسي لقلقك عليا. احنا مش اخوات يا اخي. اه طبعا، المناسبه الفيلا خاليه وتحت امركم. ميرسي يا علي. سلام. مع السلامه. مؤاخذة علي بيه. ياس، مالك فيه؟ جريدة النهضة يا فندم بتاعة المعارضة. مالها؟ اتفضل يا فندم اقرا اقرا. ازاي؟ كريم وصل العقد ده ازاي؟ العقد ده موجود عندي في البيت في الخزنة بتاعة المكتب. مش جايز يكون في نسخة من العقد ده في مكتب علي بيه اللي في إدارة المؤسسة، وحد من السكرتاريا يكون قبض وصورها؟ ايوه افتكرت، علي من حوالي شهرين ثلاثه كده اتصل بيا في البيت وقال لي افتح خزنه المكتب واطلع له منه العقد واعمل له صوره فوتو كوبي، وهيبعت لي موظف من عنده عشان ياخده. وفعلا الموظف ده جه واستلمه مني. تاهت والاناء، هو ده التفسير الوحيد. الراجل ده ممكن قبل ما يوصل للمؤسسه يصور بدل النسخه 20 نسخه. صح، عندك حق. انا هروح له المكتب، مش هقدر استنى لغايه لما يجي بالليل واشرح له. دي احسن حاجه تعمليها يا زهر. بقول لك ايه، لو جه فاسيليتيز بتاع مكتب اوبروس اقعدي معاه راجعوا الملف، انا مش هتاخر راجع على طول. صحفي شاطر بس برضه مفيش ضمير. اول ما قريت الجورنال فكرت على طول ان شكوكك هتتجه ناحيتي. العقد كان في البيت، الخزنة محدش يعرف أرقامها إلا إحنا الاتنين وبس. أحب أنعيش لك الذاكرة يا أستاذ. أنت فاكر من شهرين وشوية اتصلت بيا في البيت وقلت لي أفتح الخزنة وأطلع العقد وأصوره صورة وأديها للأستاذ عبد السلام؟
أيوة بس خلاص يا خسارة يا علي. كنت أتمنى أن أكون آخر واحدة تشك فيها وتتصور أني ممكن أضربك في ظهرك أو أتلاعب في مصالحك، لكن مع الأسف يظهر أن جسر الثقة اللي بيننا كان أرق من ورقة السيجارة. ما استحملش نحلة شك زنانة تعدي عليه. باي باي يا علي. على فكرة أنا ونزار ووصيفة قاعدين في شقتي القديمة. لا لا شوفي لي الأستاذ عبد السلام وتعالي لي معاه. يا سيدي أنا مفيش أي قلق ولا حاجة، اطمن واطمن وليد باشا. نعم صورة العقد اللي منشورة في الجورنال قدامي اهي، ده عقد بين اتنين، بيني انا وبين علي البدري، ملوش اي صله بيكو. الكلام اللي كاتبه الصحفي في المقال ده كلام فارغ مفيش فيه اي دليل، عشان كده انا هبلغ نقابه الصحفيين تحقق معاه. ايه؟ لا من اللي وصل صوت العقد؟ وايه الفوضى اللي بتحصل دي عند علي البدري؟ طب سيبوه هو ليه، أنا هعرف ألعبه كويس قوي بطريقتي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.